الوقفه الاحتجاجيه هذه على خاطر جماعه البيلوت 9 اني سنه سي با لوجيك جماعه الكوليج بيلوت يجيوهم يقولوا لهم عاديو كونكور مي لا 3 سنين اللي هما تعبوهم وين مشاو وي لا جوستيس اذا كان انت لي جينيراسيون على قبل تعديهم من غير كونكور لي جينيراسيون على بعد تعديهم من غير كونكور تجي لي جينيراسيون هذه تعدي لا كونكور Cette génération, pour eux, c'est comme des cobayes. Mjalbin fait Kolchaï. Mjalbin fait concours 4e. C'est la seule génération qui a passé le concours de 4e année. Mjalbin fait concours 6e année. Mjalbin fait concours 9e année. C'est quoi le but? Il est chez un pilote, il est quand même dans le concours. C'est quoi le but? Il est chez un pilote, il est quand même dans le concours. C'est l'ozir sabak. L'ozir kekol, معناها. Voilà. عملونا كونكور في السيزيام طيب باش عملونا كونكور في النوفيام وكونكور في الباك برشا علينا الثوره هذه عملناها احنا باش باش نستقلوا باش نتكلموا بكل حريه دونك احنا ما عندناش ذنب اذا كان يجيونا توا طيب بعد ما احنا تعبنا 3 سنين وقعدنا نخدموا نلوجوا على الكانس يقولوا لنا ليه ها توا توا باش تعديوا كونكور كان يتلهوا بالمشاكل الاقتصاديه نتاعهم ويسيبوا التلامذه على راحتهم يخدموا براحه وكل شيء خير لهم تلهوا بالمسكين وتلهوا بالفقير وتلهوا بالسرقه وتلهوا بالقتل وتلهوا بالانحراف وخليونا احنا رايزين على خاطر هذا ماهوش وضع يا وزير التربويه ما والله تلامذتنا في سيتواسيون صعيبة برشا على خاطر الريتم نتاعهم قوي برشا على خاطرهم يقراوا برشا على خاطرهم يتعداو لليسي بيلوت ديجا باغ اون سيليكسيون اللي هي 15 دو موين واللي هي 15 دو موين حتى تعرف ماهي ساهلة بالنسبة ليهم معناتها يخدموا عليها يخدموا عليها يخدموا عليها أكثر من اللي أي واحد ينجم يتصوروا وهما بطبيعتهم لا سيليكسيون موجودة على خاطر اللي ما عندوش الكانز واللي ما عندوش النيفو مالوغوزمون هو بطبيعته ماهوش باش يتعدى بالسيليكسيون هذيك والكانز ربي يعلم بهم كيفاش يجيبوا فيها هما عندهم سوايع أكثر من الآخرين عندهم 5 سوايع زايدين على لومبلوا دو تون نتاع لي كوليج العاديين عندهم دي دوفوار بوكو بلو ديفيسيل اللي حتى تعرف ماهم كيما لي كوليج الآخرين يخدموا افيك ان ريتم انفيرنال في وسط الجمعة اللي هو معناتها لازمهم يخليه لازم يقعد هكاك الريتم فماش علاش عمناو الوت عمناو لي بروموسيون الاولانيين الكل تعداو بالكانز نتاعهم عادي ويجيو سنا يلقاو رواحهم تلامذه فخوستخي على خاطر جماعه عمناو وجماعه الوت عمناو تعداو وما تعداوش القرار هذا جينا معناتها جينا هكاك هبط علينا سوربريز فجئي ما فهمناش في من لو 19 ديسمبر وحنا ما في بالناش بيه تلامذتنا ما في بالناش ما في بالهمش بيه وكونتخيغمون اسكو جماعه الوزاره يقولوا احنا عمرنا ما صححنا في حاجه نتكلم اون طونكو بارون اون طونكو استاذه في كوليج مازا 5 حتى تعرف ما حتى بارون ما صحح نهار في كي ولدوا عدى السيزيام كوم كوا ولدوا ولا بنته باش يعديوا الكونكور نتاع النوفيام كي خذاوا هما السيزيام على اساس اللي باش يتعداو طول لليسي بيلوت